متعب لهجن الرياسة 9 دقائق 34، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث 9 دقائق 35، توقيت الوعد. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا لسالم بن فاران المري. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير 2013. تابعت ويانا 3 أشواط، وكان الشوط الأول من نصيب الافتتاح لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شوط المهجنات ذهب مع براقة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وشوط الجعادين ذهب مع شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر المنتشي مطر بن سيب بن لاحد الهاجري. ها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع يضم نخبة من الثنايا الجعادين المهجنات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ. جائزتنا للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. بنصير بكم مع مقدمة هذا الشوط شاهين في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بقيادة المضمر سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي. وفي المركز الثالث حوران، في المركز الثالث لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر راشد بن عبيد بن بعيران المري. يا سلام يا سلام، نرجع إلى مايهاب. مايهاب في المقدمة، ها هو مايهاب تشاهدوني على شاشة التلفزيون. بدأ يغادر عبر الخطوط الإماراتية إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي لهجن العاصفة وإلى المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ها هو مايهاب، ها هي سلالة مايهاب، ها هي إنتاج النخلي، تثبت جدارته، تثبت الفوز وناموسي هذا الشوط. أعمار يا إنتاج النخلي، ها هو مايهاب. سلام عليك يا نخلي، على هذا الإنتاج الطيب الذي يفرض نفسه في كل مكان وفي كل زمان. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا مصحوبة إلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ها هو مايهاب يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني حوران لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وفي المركز الثالث متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع الرصاصي لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى. وفي المركز الخامس الحذر لهجن الرياسة. التوقيت الزمني ساعة وصول مايهاب إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 6 كيلومتر في زمن وقدره 9 دقائق 34 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. حوران في المركز الثاني، شوف توقيت حوران ساعة وصوله إلى خط النهاية. ها هو حوران قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وقدرة 9 دقائق 37 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. تهانينا للمضمر راشد بن عبيد بن بعيران المري والذي وصل في المركز الثالث متعب 9 دقائق 38 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو